شنو الهدف من هذا المونديال؟ خصنا نعرفوا واحد الحاجه باللي هذا رساله من الله. كيف ما كتعرفوا رحنا هنا في المغرب، رحنا حضاره وشعب قوي بلاد الرجال. حنا مشكلتنا حنايا ما كنعرفوش القيمه بعضياتنا وما كنعرفوش القيمه ريوسنا. شكون اللي كيعرفها غير البراني اللي كيعرف؟ عرفوا الرجال ديال المغرب الحقيقيين شنو كيسواو، عارفين القيمه ديال المراه المغربيه الشريفه. خاصنا نتصالحوا ونتفاهموا، خاصنا نديروا يد في يد، خاصنا نتحانوا علاش لا نمشيو بعيد. هذا المونديال هذا راه ربي جعلوا لنا سبب باش نتصالحوا ونتحدوا ما بيناتنا. شوفوا غير فاش كتربح المغرب الفرحه اللي كتكون في الزنقه. شي كيعنق شي واخا شي ما كيعرفش، حيت كاين واحد الحب في الداخل ديالنا لبعضياتنا. غير نسينا نسينا القيمة ديالنا خوتي. ولكن هذا المونديال هذا جاو عطانا واحد الطاقة زوينة. هالطاقة هذه خصنا نكملوا بها خوتي، خصنا نتصالحوا مع بعضياتنا. المغرب شعب قوي، عندنا حضارة وتاريخ، وعلاش ما قلبتي؟ والتاريخ راه شاد، الحضارة اللي كيفتقدوها هما اللي ما عندهمش. وهكذاك وشوف كيفاش كيساندوا بعضياتهم وكيعاونوا بعضياتهم. غير ربي منزل عليهم الغضب، علاش؟ حيت الحقد اللي عندهم في قلوبهم. ماشي بحالنا حنا المغاربة، حنا الشعب مضيافين وفينا الكرم وقلبنا زوين. اكرم الشعب واطيب الشعب واحسن الشعب. اما غدا الماتش اللي غيكون ما بين المغرب وفرنسا ماشي غير مجرد ماتش وصافي، هذاك غادي يردوا الثار لجدودنا اللي تقتلوا، جدودنا اللي استعمروا من طرف فرنسا لسنين، سجنوا الفدائيين ديالنا وعذبوهم. ما عمرنا غادي نساوهم، ما عمرنا غادي نساو الكلب ديال ماكرون سب الرسول وهانو. ديروا في بالكم باللي ماكرون الكلب غدا غيكون حاضر في الماتش. هادشي علاش بغيت نوصل واحد الميساج لكاع الجمهور اللي غيكون حاضر. بغيتهم كلهم يرفعوا شعارات لا اله الا الله محمد رسول الله. بغينا نديروا لهم الرعب في قلوبهم بالشعارات اللي غادي ترفعوا غدا في الماتش. ديجا حققنا انجاز لي كبير، ومازال غادي نحققوا انجازات كبيره اللي غادي نقريوهم درس، ودرس اللي عمرهم غادي ينساوه. في الاخبار، في الاخبار فرنسا فرنسا البريزيدون ديالهم ماكرون قال لهم غادي نمشي نشوف الدومي فينا في قطر، فواحد الطياره اختصاصيه ليه هو وحده. الى ربحوا غادي نرجع عاوتاني للفينال. والشعب الفرنسي الشعب ديالهم ناض كاع، راه في التلفازه ديريكت. قالوا له انت النهار كامل كتقولنا ما كاينش الفلوس والزيار وما كاينش البترول والكوفيد وما غتشوف الدم الفينال والفينال هادشي كامل باش يربح المغرب. شيخ نقول لك حاجه، هذا الميساج ليك ماكرون، هالوليد الصغيور اسمعني مزيان. سي المغرب سي فرنسا الى ربحت المغرب انا ودنيا نحيدهم بالكيوتير. لصق وحده هنا وحده مور ظهري. شوف خوتي غادي نعلمهم واحد الدرس الى غلبناهم ان شاء الله. غالبينهم غدا ان شاء الله، غالبينهم 3-0 ان شاء الله ولا 2-0. المهم غنفرحوهم وغادي نرجعوا ذاك الكلب ديال ماكرون كيبكي حتى هو. ما تخافوش من فرنسا والله الا ان شاء الله بحول الله الا مربوحه. واحد الحاجه اللي غادي نخافوا منا عندنا الدراري، حنايا الدراري ديالنا في فرنسا الجاليه. هذا الميساج للجاليه، الجاليه راكم غير كتخرو بهاد علاش جمي دابا دخلنا عليكم بالله؟ المنتخب ربح تمشي انا نحرق موتور ولا نحرق طوموبيل. هيا اسبريس رمات واحد الفيديو صاحبي البوليس وكذا، وما الله يرحم لكم الوالدين بنادم ما يرميش تهلوكه. شتو غير في ديوركم لا تخرجوش للبرنامج. شنو بقوا ولا مقربه وقفوا دابا هذا؟ والله العظيم اخوتي انتم راكم كتجيو للمغرب وكتجيبوا الفلوس معاكم وما كتكفيكمش. ما حراك الا ردوكم ريفولي، فين غادي تخدم هنايا؟ واش شتو انت مسانس بالفرونسي و كوميرا بس؟ اي خدام انا شنو فاش يخدم؟ منواش اهلا بالصاد خويا. شوف خصنا نبقاو عاطينهم داك النظره فهمتي، ديما لينا نبينوا لهم الرقي ديالنا. كنحتفلوا بواحد الرقي ما تحرق ما تهرس ما والو، نخرجوا نحيحوا تما الناس اللي كاينين في الجاليه المقيمه بالخارج. والله يحسن عوانكم اخويا، والله الا الله يحسن عوانكم. دابا ما غيبقاوش يحملونا عاطي اضعاف المضاعفه، هما ديجا ما كانوش كيحملونا، وخصوصا ديك فرنسا. افرحوا اخوتي المغاربه والزغرتوا العيالات. اخر الاخبار، صحيفة ليكيب الفرنسية كتأكد بالحرف القاطع غياب تشواميني هو وأوباميكانو عن تدريب المنتخب الفرنسي هذا اليوم. المشكل ما في أن تشواميني عنده مشكلة في المولية، أوباميكانو عنده مشكل في الحلق الحلاقم. غدا إن شاء الله مبامبي غيجيو البواسر. هاني يا الصدوخي حضروا كاملين، حنا عندنا السبوعة حنا. أنتم تعرفوا
يعرفوا ان المغرب هن مشهورين بالسحر. رونالدو اللي بيلعب سنين هو وصغير فجاه يخسر. سير ابنتي تكمشي سيري سيري، كتبردوا على راسكم وحق الله، ما لقاو مين يشدونا شافونا غاديين مزيان بقاو كيقولوا حق السحر حق كذا، ولكن خصنا نفرحوا اخوتي. علاش؟ لان غاديين في واحد الطريق ديال النجاح، المغرب غادي في واحد الطريق ديال النجاح بهذا الانجاز اللي كيحقق، والدليل لهذا الشيء هو الهضره هذه اللي كيهضروا علينا العرب اللي من المفروض انهم يكونوا خوتنا. تخيل معايا دابا بنادم كيقول لك عذرني وطني فانا احب رونالدو ولا ما عرفتش شنو عطيك رونالدو اصلا؟ واش رونالدو ما عرفكش واش كاين انت اصلا فوق هاد الارض هذا؟ رونالدو راك الا كان غادي يجي يتسلم عليها ما يتسوقلكش اصاحبي. خصك تبغي بلادك، خصك تحب بلادك، بلادك هي شوف بلادك اللي كاينه، بلادك اللي كاينه. وكشي تحب بلادك اخويا غير سير دير شي كوردا واش نقرا راسك. الخوت السلام عليكم، كيدير لاباس عليكم؟ الله يكثر خيركم، الله ينصركم. الخوت بغيت نهضر على واحد المساله. البارح الخوت مشيت تصوت واحد على التوني، قلت له الله يرحم باك شحال اخويا توني، قال لي مو الضحكه اللي كتبان في فيسبوك، قلت له هو هذا، قلت الله غيتهلا فيا، قال لي لك انت 5000 ريال، 5000 ريال قلت لك انا داير طانكا هنا، غامومو كردع صبعي عينيه في الخضر 5000 ريال. اللهم اخويا سجع المنتخب الوطني المغربي، نسجع من قلبي احسن. الرايات مغلينهم، النيفيات مغلينهم، لقيتهم مغاربه فرحانين وداك الشيء اللي تستغلوا في الفرصه. كاين اللي عاوتاني شي برودويات ديال المواد الغذائيه غلاو عاوتاني هاد اليامات، اون بلوس مع اش كيقولوا لي الشعب راه كاعي، راه الناس راه كاعيه، وهاد الفرحه وهاد التشجيع راه الفرح كيخرج من الالم. جمعوا رياسكم شويه، راه 4 ايام ديال الباكور راه كتفوت. المغاربه خبر عاجل وصادم ومؤلم، واللي قلوشيش وما قادرش يسمع هذا الخبر اليوم بالضبط، اللي فرحان بالمنتخب المغربي يخرج. الله يجازيكم بخير، يخرج ما يكملش هذا الفيديو هذا. علاش؟ خبر اخوتي صدماتني كيف ما غتصدمكم. اخبار صحيحه، مصادر حقيقيه. انا غنخلي لكم المصادر في هذا الفيديو هذا في التعليق لتحت. اخبار صدماتني وغتصدم اي مغربي فوق التراب او خارج التراب الوطني. صادمه ما كانتش في الحسبان. شي برانك هذا، سمحوا لي بزاف خرج لكم هذا الخبر بعد النهار اللي كنا فرحانين بالمنتخب ديالنا. صراحه انا ما قادرش نهضر وحابس البكية، لان شي حاجه ما كيتخيلهاش العقل. صدمتني كل صراحه، صدمتني ما عارفاش نهضر اخوتي. خبر وفاه اخبار كتضر في القلب، كتالم، تخليك واقف بلاصتك ما عارفش واش كتحلم، واش هادشي بصح ولا كذوب. خبر اخوتي هي وفاه هادشي دوي تبون وش نقريح اخوتي مات بالفقصة. وفاة تبون وش نقريحة، هاد الفوز اللي فاز المغرب ساكن يوم المرارة اخوتي. انا اخوتي حزينة، بقاو فيا كما يلعن، بقاو فيا سير اقسم بالله، بقاو فيا ساكن مازال غادي شوف غادي يعاودوا يحيوا وغادي يعاودوا يتوفوا مره اخرى ان شاء الله غدا، ولا فاش نديو كاس العالم غادي يعاودوا يموتوا. الاخوه المغاربه، بيضتم وجوهنا، بيض الله قلوبكم وعقولكم، وجعلكم فائزين في المرحله القادمه باذن الله، واتوقع لكم الفوز على فرنسا. اسال الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، انه ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك على الله بعزيز. أرواحكم وقلوبكم وأجسادكم تستحق الفوز، اللهم إنك أنت على كل شيء قدير. تحياتي لكم ومبارك لكم الفوز. فين ينصركم الله فلا غالب لكم. أنا عندنا مناش نخافوا، والله ما عندنا مناش نخافوا بالله. شو حلقي أنا الحلقي مشى، يلا بدك يرجع شي شوية صرا كان بغيوا بلادنا صعب نموت عليها. المغربي اليوم تروحوا كازا تبوسوا يدين تاع الملك. إيوا عندك الحق، غنبوس اليدين ديال لو روا كينغ. وانتوما شنو تبوسو يدين من تبون؟ حنا كنبغيو بلادنا، كنبغيو مالكنا، كنموتو على بلادنا، كنحماقو على بلادنا.
نهملوا على بلادنا، بلادنا اللي كاينه. شتي بلادنا المغرب احسن بلد سالينا ستات مادام. يلا اللي بغى يموت يموت. جمهور المغرب بيحتفل وعمال يغني ويقول مبروك علينا هذه البدايه ومازال مازال مازال ايه وبدايه ايه. ده انتوا بتقفلوا اللعبه، ده انتوا واصلين لقمه الهرم خلاص. الله ما شاء الله توصلوا نهائي، مفيش لبايه اخويا ما شاء الله. مبروك علينا كلنا، وان شاء الله المغرب في نهائي كاس العالم، وان شاء الله الحلم هيتحقق، وممكن دوله عربيه ترفع كاس العالم لاول مره في التاريخ ويتكتب تاريخ جديد. مفيش بدايه، احنا هنروح للنهايه والقمه النهايه ان شاء الله. ان شاء الله اش يكون ديو كاس العالم. شر اول حاجه المحسده والمكاره اللي دايرين بينا في العرب غادي اش راه بنادم غادي يبغي ينزحر ولا يبغي يقز راسو، راكم عارفين انا من غنهضر. وثاني حاجه راه اش غن بلا ما نهضر شنو جاي يا خويتي اللي دينا الكاس. تعال ركز معايا، انت كنت بتكدبني وانا بقول لك المغرب في اول البطوله هتعمل حاجه. لا تعال لي بقى، المغرب فين دلوقتي؟ في نص النهائي. ليه؟ عندها مدرب اسمه وليد الركلاكي، عارف بيعمل ايه قدام اي منتخب بيلعبه، وراهن اي حد ان هو افضل مدير فني في كاس العالم ده. هات لي مدير فني بيلعب بالمنظومه اللي هو بيلعب بيها وليد الركلاكي بالخامات اللي عنده دي، وعامل تشكيله وتوليفه يا جدعان ما اتعملتش. البرتغال واسبانيا مش عارفين يخترقوا دفاعات المغرب. بونو يا جدعان افضل حارس في البطوله، بونو افضل حارس في البطوله، بونو افضل حارس في البطوله. اقسم بالله العلي العظيم انا لو ما كنتش مغربي لو ادت انا اكون مغربي في اللحظه دي. يا جماعه انا قايم من الكافيتيريا زي ما انتم شايفيني كده، قايم بجري عشان اعمل لكم فيديو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اقسم بالله العلي العظيم انا ما شفتش كده في حياتي. منتخب عنده اراده وعزيمه وثقه ان هو هيعمل حاجه. ده المنتخبات اللي بتستغل البطوله فين؟ على ارض عربيه. قطر ما استغلتش البطوله على ارضها، انا هستغلها، هوصل نهائي بالفرقه اللي عندي دي بالامكانيات والعناصر اللي عندي الكبيره قوي 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 قوي. يا جماعه يا جدعان اشرف حكيمي تقيل قوي، فال ده لعيب يلعب في ريال مدريد، في برشلونه، في اي حته من دي. حكيم زياش مكانه مش تشيلسي دكه، ده مكانه يلعب في برشلونه بدل رافينيا وبدل ديمبيلي وبدل اللعيبه الكسر دي. يا جدعان اللعيبه بتعمل افتخر انك مغربي يا اخي، افتخر. شو الناس كيفاش كيهضروا علينا، كيتمنوا يكونوا مغاربه. الصاد راه قلت لكم خصنا نعرفوا قيمتنا، حنا مشكلتنا ما كنعرفوش قيمتنا، كنطيحوا من راسنا، هذا هو المشكله ديالنا. دابا شريفه عاود لينا شنو غيوقع نهار الاربعاء. الاربعاء بالذات خرجوا البنات الحاجبات يتفرجوا في الفرنساوي بالذات، غادي يبكي ويقول اش هذا الشيء. الله اكبر، زيدني الفال، زيدني الهلاليه الغزاله المرضيه الفال الخوج. غدا ان شاء الله عاوتاني وجدوا الفلامات. شوف غدا خص تكون شي احتفاليه، واخا عمرنا درناها في هاد الاحتفاليات اللي قدام، غدا خصها تكون شي احتفاليه. غدا خص تفرقع عرفتي، غدا خص الروينه. غدا دنيش انا الصاد، حيتاش العدو فرنسا غيموت غدا. عناوين الاخبار في الجزائر تقول ان اسبانيا خسرت ثمن النهائي ولم تذهب الى الربع النهائي. ما قالوش المغرب تستطيع كتابه. المغرب تتأهل إلى الربع النهائي. شوف مدى الحقد، شوف مدى الحقد في هذا الجنرالات الخونة المرخص الطحانين. مبروك إلى المغرب ساكن، مبروك. تحياتي خويا الجزائري، هذا جزائري ومعنا، كاينين جزائريين اللي معنا وكاينين اللي ضدنا. ما عندنا ما نديرو باللي ضدنا، ما عندنا ما نديرو بهم، وما محتاجينش اصلا يشجعنا شي واحد ضدنا، حنا قادين براسنا وقادرين نشجعوا راسنا براسنا. والموت للخوانه. هذا جزائري عاوتاني. ديكاس خاوتنا المغاربه بالبركه عليكم ربع البرتغال من القوة الخاصه الجزائريه، ورانا معاكم خاو خاو خاو. كاش مني عقوب الله فينال ان شاء الله. عقوب الله فينال، اطلق اطلق. انا معاكم لي فاره. تشدنا بكوبيرايت اخويا الجزائري. تحياتي للجزائر، تحياتي للناس اللي من الجزائر وكيبغيونا. السلام عليكم اخو. عليكم السلام. شنو اللي كتوقع يدي كاس العالم؟ كاس العالم بني ما كاد اخو. كيفاش بني مكان؟ راه بني مكان عندنا كيبو خا ولا؟ واش معانا ولا مع غانا؟ ملوسة خا. ملوسة خوتي شي واحد يبارطاجي له كونيكسيون. عطيوه صيفطوا له اللين ديال 2023. هلا وحومة الشوك. شو؟
خوتي والله حتى فيديو فيه بزاف ديال الحب. شوف كنردوا القيمه ديالنا، كنردوا القيمه ديال جدودنا اللي حتى هما كيموتوا على هذه البلاد هذه، وفرحاني بالانجازات اللي دار المنتخب المغربي هذا العام. ان شاء الله حظ موفق في الماتش غدا، نفرحوا امهم بنيشه، خص يكون ماتش شرس شراسه. عمرها كانت شي ماتش خوتي، حيت دي فرنسا العدو اللدود، العدو اللدود، والكلب ماكرون غيكون حاضر تما، خصنا نمرضوه بلا اله الا الله محمد رسول الله. تا كنت دخلت الفيديو بقيت منك عجبك ديجا شفت لايك كومنت، تبقى في الفيديو الجاي وبيس اند لاف. تهلاو السبوعه.